لا يكاد يخلو إنسان من الابتلاء، لكن للأسف البعض إذا أبتلي فقد لذة الحياة. هالناس من قال لهم بأن هذه الدنيا هي الجنة؟ هالناس من قال لهم بأن الفرح يدوم أو الحزن يدوم؟ ما أصابك ما كان ليخطئك، كل شيء بقدر. يقال لو علم الإنسان قيمة الصبر وعظم الأجر لما تمنى سرعة الفرج. الغافل يا أخواني ليس من غفل عن صلاته فقط، الغافل من غفل بأن الله إذا أحبه ابتلاه ثم تذقه.